انا لا اوافق. اول ما استاذ احمد كنت بجيب على سؤال حضرتك على ان على نهايه حلف الناتو، يعني انا لا اعتقد هذا، انا لا اتفق مع المحللين الذين ذهبوا بهذا الاتجاه. انا اقول تصدع حلف الناتو، وهذا طبعا التصدع حصل في عهد ترامب حقيقه وفيما قبل عهد ترامب. يعني بالنتيجه امريكا تشعر ان اوروبا متكله عليها، يعني اثقلت، يعني يجب ان تعتمد على نفسها، هذا بالمختصر. يعني فلا اعتقد انه حلف الناتو، لان حلف الناتو يضعف اذا انسحبت امريكا منه، كما حصل على سبيل المثال في معاهده الدول، دول معاهد شراكه للدول المطله على المحيط الهادئ التي ابرمها او اصدرها السيد اوباما سنه 2015، وانسحب منها ترامب، انهارت المعاهده ثم عادت مره اخرى الى الحياه بهذه التحالفات الجديده التي من يعني ممكن ان يعود اليها بايدن. فانا اعتقد انه حصل حاله من التصدع في حلف الناتو، ولكن اوروبا بحاجه الى حلف الناتو استاذ احمد. والمشاكل في الشرق الاوسط، صحيح امريكا غيرت وجهتها وذهبت الى يعني مساحه المحيطات وجنوب شرق اسيا، ولكن اوروبا هي الملاصق بالشرق الاوسط وهي المتضرر الاول والاخير من موضوعة الهجرات على سبيل المثال، تصدير الإرهاب، كل هذه التفاعلات المتضرر الأول منها هي أوروبا. فلا أعتقد أنه الناتو سيضعف، أنا أعتقد سيبقي بايدن الدعم الأمريكي للناتو، وستبقى أمريكا قائدة للناتو لكي يبقى مواجها للدور الروسي وخطر المنظومة الشرقية وخطر الإرهاب أيضا الذي كما تفضلت حضرتك أنه على الأبواب. هل هذه ولذلك أستاذ أحمد يعني عفوا يعني هل هذه فرصة لأوروبا لكي تنقض على الشرق الأوسط بصفقاتها التجارية بعقودها طويلة الأمد، في ظل أن بايدن غير مهتم كما نتحدث الآن في الشرق الأوسط وتوجه إلى جنوب شرق آسيا إلى المحيطات لمواجهة الصين بشكل مباشر، وقد نراه يواجه روسيا بطرق أخرى وبأماكن أخرى مع التركيز على سوريا إن ركز على ذلك، هل تعتقد بأن هذه فرصة لأوروبا ذهبية أصلا في الشرق الأوسط؟ وهذا ما يعني لانها فرصه ذهبيه نحن نناقش دور فرنسا الان بكل تاكيد طبعا، ولكن الحضور في الشرق الاوسط هو ليس حضورا ممكنا، يعني هناك حضور روسي وفرنسي وصيني قوي، يعني حضور عسكري روسي وحضور تجاري صيني، يعني الصين تقريبا اجرت معاهده مع ايران لمده 25 سنه قادمه اغلقت الباب، ولذلك فرنسا حاولت تلعب دور المساعد في عمليات المباحثات، لان فرنسا عندها يعني صفقات مع ايران بالمليارات، صفقه طائرات البوينغ يعني الطائرات المدنيه وصفقات اخرى يعني، وكان الاتجاه بحسب وجهه نظري ذهب الى ايران باتجاهين، يعني المنظومه الشرقيه تذهب بدعم استيراد ايران للسلاح يعني روسيا والمشاريع الانشائيه الكبيره على الصين، و قضايا الطاقة وقضايا التبادل التجاري لأوروبا، هذا ما حاولت إيران أن تفعله يعني بموضوع خطة العمل الشاملة أو الاتفاق النووي، هكذا وزعت إيران الكعكة. الآن الأولويات تغيرت أستاذ أحمد، يعني الصين تغول دورها التجاري في الشرق الأوسط، بدأت حتى الدول المحسوبة يعني تحت الحماية الأمريكية تجري مشاريع تجارية كبيرة مع مثل الكويت والعراق وإيران، يعني كلها تجري معاهدات تجارية أيضا بعيدة الأمد مع الصين، فهناك حضور بدأ يترسخ يعني في الواقع بواقع الشرق الأوسط للمنظومة الشرقية، وهذا منافس يعني نوعي بالنسبة، ولكن الحضور موجود، يعني خصوصا بايدن استطاع أن يقدم خدمة لأوروبا حينما أضعف الدور التركي في جنوب المتوسط على سبيل المثال. طبعا هذا لان تركيا هي كما عبر احد الفلاسفه الامريكان بانها جسر اوروبا، ترى تركيا جسرا جدارا يفصلها عن الشرق